انا بمسلسل فوضى كان في عندي بدور شخصية زيدان، هو بيتعاطى حبوب ومحبوب وهدول الشغلات كذا. لا تقلي بدك تتعاطى حبوب. لا بس هو بيحط شفرة بتمه، وحطيت الشفرة فعلا، وبيحط الشفرة بتمه وبيطلعه وبيشطب حاله وكذا. يعني شخصية واحد ازعر الى حد، بس بيحط شفرة بتمه. يعني هذا الشيء اللي كان تعلمت يعني تحط شفرة بتمه. معك شفرة؟ معك شفرة؟ طولي بالك. عن جد معك شفرة؟ ها تعطيني معي شفرة. هات شفرة. طبعا جروح تمي وتشلفطت شفايفي ولساني لحد ما تدربت عليها. دائما تلاقيني عم شفر. اذا نقص لسانك لا سمح الله ما بقى بيكمل ما بيكمل البرنامج. ما بيكمل البرنامج. حاس حالي ساحر. فرجيني فرجيني ها فرجيني فرجيني وحدي حدي حدي شفرة عادية شفرة شفرة. لحظة شوي تعال بس شغلة صغيرة بس تعال شوفوا عشان تأكدوا عم تقص. أوه واو ماشي نحكي عادي وينها تحت ما تحلي تما تحلي تما هي النص ثاني ما بتبين بلعتها هلا بس تروح على الحمام شوف لك ها لك ايه طيب وحده ثانيه فينك تحط بدك تحط واحدة ثانية؟ تنتين، حط لي واحدة ثانية. بس عن جد انتبه عبد المنعم لا تقص شيء فيه. عبد المنعم إذا نقص لسانك ما بتكمل الحلقة ما إذا نقص لسانك كل الفنانين بالوسط الفني بدهم يرتاحوا، بدهم يزعلوا. الله يوفقك دير بالك، لا لا مو خبرية. لا والله جد شو؟ والله جد. مو تنتين؟ إيه. وها انت بتعرف بدك تدمرني اليوم لانه انا اليوم بس تخلص هالحلقه رايح اجربها اذا بكره جيت عملت لك هيك ها طلع لساني شطلتين والله بيكون سببك يا عبد المنعم لا هي اكيد ما بدنا الاولاد تعلموها اذا عم يشوفونا بكره بالبرنامج انا يعني بس حط بتعمل هاي القصه زائد 18 يا جماعه هاي تحذير خاص اوعى تجربوا هذا المشهد انا عن جد بقولها لانه نحن عندنا اولاد وصغار لانه بيفكروها القصه هيك لا هي يعني نتيجة أنه كان بحاجة الدور أن يعمل هذا الشيء فأنا مشان هيك عملتها وإلا هي خطيرة جدا وممكن عن جد يعني شفت الورقة كيف نقصت يعني عن جد ممكن يروح شيء من ال طب قد إيه أخذت معك وقت التدريب والله شيء شي 10 أيام عشرة أيام إيه قعدت هيك مع شلة زعران بالحارة محل ما عم نصور عرفت شلون أقعد معهم كل يوم أقول لهم كيف كذاي إيه ويعرفوا كيف ينقفوها كمان هيك بتطير وبتعلق بشي شغلة يعني باب بخشب بكذا والله لك أجواء حلوة طيب لما عملت كشاش حمام رحت عشت مع الحمام صار معي انفلونزا الطيور